مشاهدينا ورجعنا لكم دلوقتي فقرة مطبخ طعم البيوت. والحقيقة ان احنا النهاردة عاملين اكلات كلها سهلة وبسيطة تناسب طبعا مع فصل الصيف، وبالاخص ان احنا في الصيف بيبقى الجو حر قوي، فمحتاجين اكلات تبقى سهلة وما نوقفش فيها كتير في المطبخ. صح يا شيف عزة؟ اه طبعا الجو صعب جدا. محتاجين حاجات تبقى سهلة كده وجميلة. اكيد. قولي لي النهاردة احنا هنعمل سندوتشات فاهيتا. تمام. بالفراخ. بالفراخ اللي هي الشاورما. بالفلفل الالوان والبصل السلايس اللي هو بنعمله زي يعني مقاديرها ايه بقى؟ مقادير الفاهيتا ايه بقى؟ ممكن اي كميه فراخ بتتقطع شاورما. تمام. ممكن من نص كيلو وطالع. اوكي. بنحط مثلا من كل فلفل حبايه اللي هو الالوان. حلو. الاحمر الاصفر الاخضر. بنحط طبعا البهارات عباره عن ملح وبهارات اللحمه، وفي بهارات بتتباع عند اي عطار شاورما. جميل. وبيتحط جوز الطيب وبتتحط بصل بودر وتوم بودر، وطبعا الزبديه دي ضروري جدا عشان تطري الفراخ، تطريها وتبقى يعني الصوص بتاعها كده حلو فبيسويها بسرعه. ونص معلقه سكر على فكره، دي جديده دي. طبعا لانها بتديها كده تسكيره كده خفيفه. وبتسوي معانا الفراخ بسرعه. جميل. طيب نحشي بقى الساندوتش، وهنجيب رقاق طري من عند اي حد. لو مش هنقدر نعمل عيش التورتيلا هنجيب رقاق طري ونشتغل بيه عادي جدا. جميل. ده من نوع من ناحيتي ما بتقفش في الحر وبتظبطش وقتك بسرعه. حلو قوي. ومش غالي على فكره، اسعاره كويسه. ايوه. ممكن اوري حضرتك الحشوه بتاعته ازاي. فضل. سهله جدا. هنعمل هي بتبقى عباره عن دايره كده، وطبعا احنا عملنا الشاورما خلاص. ما بتاخدش وقت كمان على النار؟ لا لا لا، انا ببتدي اجيب حله واحده واجيب البصل بعمله سلايس واحطه ان هو يكرمل. تمام. كرمله خفيفه، وعلى طول بشيل الكرمله بعيد، وفي نفس الحله بسوي الشاورما. انزل بالفراخ. وبعد ما خلاص تمام بطفيها واحط البصل المكرمل على السخونيه بتاعه الحله. واحط فلفل الالوان مش عايزاهم مستوي عشان في الاخر يبقى شكله حلو وما يبقاش مهري. يدينا كده اللي هو الجرشه البسيطه. تبقى جميله جدا زي المحلات بره. تمام. يعني علشان نحاول نحببهم في الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي طبعا اجيب الرقاق الطري. لو انا مش عنديش يعني درايه ان انا او وقت ان انا ما اعملش عيش التورتيلا. وهبتدي بقى انزل كده الشاورما كده حاجه خفيفه، وابتدي التوميه. ببتدي التوميه كدا. كمان انت اللي عاملاها. ايه المقادير بتاعتها بقى؟ لان التوميه كله بيحب التوميه دي طبعا. طبعا لو اتعملت في البيت هتبقى احسن وانضف بكتير. اكيد طبعا. بصي حضرتك التوميه عباره عن 3 معالق من النشا. اوكي. ونحط قصادهم 3 معالق من الدقيق. تمام. تمام. وبعد كده اهوت بص حضرتك كده، بعد كده بحطها على اي شويه من الميه. وابتدي الفها، بتبقى معايا بتتقل وتلف زي. جميل. العجينه. هجيب الكبه، هجيب الخلاط بتاعي، هبتدي احطها نص كوبايه من اللبن الحليب، ومعلقتين او 3 من الزبادي، وفصين او 3 ثوم بيكون مجروش. الله، سهله وبسيطه وحلوه قوي. وليمونه. ومعلقتين كبار من الخل، وبصل بودر وثوم بودر، ما نحطش اي حاجه غامقه. احنا طالبين انها تكون بيضه كده معانا وحلوه، وبتتضرب ضربه حلوه وخلاص. هي دي التوميه. سهله جدا والله. جدا جدا، وغير كده صحيه جدا. وبعدين انا اقدر بقى يعني اتحكم في نسبه الثوم زي ما انا عايزه. اوقات بناكلها بره بتبقى الثوم فيها كتير قوي. ايوه. فاحنا لو عملناها في البيت عايزين نديها شويه ثوم، حاجه بسيطه ما تبقاش اللي هي الحاميه قوي، نقدر ان احنا نعملها براحتنا. لان في ناس الثوم بيبقى صعب كتير معاهم. بيبقى صعب الهضم. هو كده خلاص الغدا خلص يا جماعه، يعني مفيش اسهل من كده خالص جدا. بعدين الدنيا حر، مش هنقف بقى في ان احنا في الحر. على فكره بعد كده هجيب جريل زي ما حضرتك كده شايفه، وقطعه من الزبده. اوكي. يكون الجريل اللي فيه البصامه، وعلى طول ببتدي احطه بقى على البوتاجاز كده. حلو. وخلاص اقلبها يمين شمال بالظبط دقايق. جميل. لو عندك شوايه ممكن بتبصميها، شوايه الجريل اللي هي بتقفل. ايوه. بتبقى جميله جدا. وكده برضو هيخليه مقرمش، العيش هيبقى مقرمش قوي. والله هو في الحالتين حضرتك بيبقى مقرمش وجميل جدا. يعني بيبقى جميل. وطبعا مش معنى زبده مش زيت يا والله يا عادي حاسس. اللي انت حباه الطعم. احنا بس بنحط طعم الزبده احنا شايفين اللفه اهي بتاعتك. تمام. بصي اهي سهله جدا. كده وكده عشان ما يقعش مننا حاجه. جميل. على فكره نفس الشكل والطعم الاحلى كمان تبقى بره كده في المحلات. صحيح. اهي كده اهوت. تمام. وهبتدي هنا الجريل معايا. هسخنه بقى على النار. ورينا كده الشكل هيبقى عامل ازاي برده. بصي معلش لان هنا اللي انا مولعاها. ماشي. خلاص هتبتدي بقى تتبصم معايا. ممكن احشي لك واحده تانية عبال ما نشتغل فيها.
تمام. خلينا نتكلم برضو عن طبق السلطه الجميل اللي هنعمله جنب الاكل ده، سلطه الفاصوليا. دي سلطه طبعا جميله جدا. سلطه الفاصوليا ولا انت عملتي ميكس حاجه تانية معاها؟ بصي حضرتك انا الفاصوليا دي طبعا اول حاجه دي خضروات. فاحنا مش حابين ان احنا نعمل صلصات وكده، فانا بجيب السلطه، بجيب الفاصوليا. جميل. ببتدي اديها سلقه خفيفه بحيث عايزه تجرشه برضو. تمام. مش عايزاها تبقى مهريه معايا. ايوه. ببتدي بقى احط لها حاجات كتير قوي ميكس. فلفل الوان، بجيب البصل بقطعه سلايس وبنقعه في شويه من السكر والخل والليمون علشان يبقى طعمه مسكر، وغير كده ما يدينيش ريحه البصل اللي احنا بنقلق منها. تمام. جميل. وشويه من المكرونه، اي نوع مكرونه. لان انا على فكره انا بديكي طبق متكامل. مش بديكي سلطه هو كده خلاص، بقى فيها كل حاجه، فيها كل حاجه كلها كده التوبنج بتاعها. حاطه فيها بقى خيار. الله. مملح. زيتون مملح، لو حابه تحطي قطع من الفراخ ممكن بتحطيها برضو، تبقى جميله جدا. عامله التاتش بتاعها انت الفاصوليا دي. التاتش بتاعها غير اللي لسه عاملاه التوبنج، اللي هو عباره عن بتحطي اللي هو تبس الرمان، ليمون، خل، ملح. حط لها عسل برضو يا شيف عسل. لو حابه تحطي ايوه العسل الابيض. لو بناكل سلطه الفاصوليا بره دي بيبقى طعمها مسكر. ما ايوه تحطي معلقه العسل في التوبنج نفسه. وبتبتدي تسيبيها وقت ما هتاكلي بتحطي التوبنج بتاعها عشان ما تتبلش منك. واحنا الحمد لله عندنا في مصر يعني خيرات كتيره جدا من الخضروات والحاجات الجميله، الورقيات الجميله اللي كلها فوائد. فاحنا ممكن نستغل جدا ان احنا في فصل الصيف مش قادرين ناكل طبيخ واكل بصلصه، فممكن نعوض الحاجات دي كلها من خلال طبق سلطه صحي نعمل بقى فيه كل الاضافات. يعني ده شكل جديد من طبق السلطه غير اللي احنا متعودين عليه، السلطه البلدي. غير ان انا عامله طبق يعني الطبق نفسه من الكابتشو مع البقدونس. تحسي اني بص حضرتك كل حاجه. لو حابه تحمصي عيش وتحطيه معاه كمان بيبقى سهل جدا. خلاص احنا كلنا طبق. للي بتحب الدايت نقول تاني الدريسنج بتاعه بقى. الدريسنج بتاعه بيكون معلقه صغيره من عسل النحل، تبس رمان، ملح، ليمون، خل، لو حابه تحطي مثلا اي حاجه مثلا من يعني كزبره، كمون. جميل. الحاجات الجميله دي بتبتدي تحطيها، وفي الاخر وانت خلاص هتبتدي تاكليه بتقومي ساقيه. طيب هسيبك بقى تكملي السندوتش الحلوه دي. رجعنا لحضراتكم مره تانية ومطبخ زينب بطعم البيوت. والحقيقه اهم حاجه في المطبخ السرعه، يعني الست الشاطره هي اللي تبقى زي الشيف عزه كده وتعمل اكتر من صنف في وقت واحد. ما شاء الله، ربنا يخليكي. موسم المانجا بقى والابداع بيظهر بقى في موسم لازم المانجا. لازم ما تعديش المانجا، لازم نعمل بيها اي حاجه. ايوه صحيح. دي كده ايه؟ كنافه. دي كنافه بالمانجا. وطبعا فيها طبقات كنافه متحمصه وكريم جونتي. متحمصه بتدخليها بس الفرن وترشي عليها سمنه؟ ممكن. او ممكن على اي حاجه تيفال، بتحط الزبده بتبتدي بقى الايه على نار هاديه زي الشعريه كده يا شيف. لاننا بنعمل شعريه. أيوة كده صح، تدينا اللون الذهبي الذهبي الجميل. بس وبعد كده بديها بقى اي، انا بحط لبن مكثف على فكره، بس ايها باللبن المكثف تبقى من مش شربات بقى. لا 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 لا، اللي عايز يحط شربات يحط عادي. بس لبن مكثف بتروح بيكي في حته تانية خالص. والله بتديكي طعم مختلف شويه. بس ما يخليهاش تعجن في بعضها. لا بالعكس، اللبن المكثف ما تقيل زي الشربات، تقيل اكتر من الشربات. بتحطي انت بقى حاجات خفيفه. ليه؟ على ان الكريم جانتيه لسه فيه سكريات، المانجا فيها سكريات. صحيح. فطبعا احنا بقى بنحاسب في نسب السكر شويه. نبتدي نعمل طبقه من الكنافه، وبعد كده طبقه من الكريم جانتيه، وبنحط بعد كده يعني طبقات بقى مانجا، كنافه، كريم جانتي، لحد ما نوصل للمرحله الحلوه. التزويق بتاعه حلو قوي، الديكور بتاعه حلو. بس وبنحطها في الثلاجه لازم عشان الكريم شانتي ما يسحش. طب سؤال بقى، معلش، بنقطع المانجا تحت كده مربعات صغيره؟ يعني من جوه كمان بيبقى فيه مانجا صح؟ طبعا. او ممكن جوه بيبقى فيها بوري عادي، بس طبعا بتيجي فوق لازم المكعبات. بس شكل. انا بعملها مكعبات. في ناس بقى شيف بتعمل العسل علشان تسقي بيه الكنافه وتحط فيه القشر بتاع المانجا علشان ياخد ريحه المانجا. ده شغل المحلات كمان دوت اكتر. بتعملي كده بس بتصفيها. ما هو القشر بقى بحاله. فمش هتبقى فيه حاجات فعلاً صغيره، ما بتهدريش اي حاجه. بالظبط. بالتالي بتحسي انك يعني استفدتي من المانجا
في كل حاجه. صحيح اه بتبقى حلوه. احنا كمان الحقيقه المانجا بتاعتنا المانجا المصري يعني مميزه، عندنا اشكال وانواع اه يعني خيرات كتيره جدا من المانجا. شفتي العزومه اللي احنا عاملينها دي؟ ايه رايك؟ اه كميه ساندوتشات حاجه صيفيه. الاخر التكلفه بتاعتها كمان بسيطه يا شيف بتهيألي، يعني التكلفه بتاعتها بسيطه قوي الساندوتشات دي كلها. ايا كانت التكلفه شوفي انت لو ممكن نجيب ساندوتش من بره بيعمل ايه؟ هيبقى صحيح. ده غير ان الحاجه دي غير صحيه. صحيح. انت بتعملي كميه حلوه بتعملي حاجه في البيت جميله صحيه وبتبقى سهله جدا وسهله واللفه بتاعتها كلها بتاكل لا خالص ما بتاخدش معاها. حلوه الاكلات بتاعت الصيف دي بتبقى سريعه. ما هو ده اكل الصيف خلاص. انا سامعاكي بتقولي ان احنا بنكرمل البصل الاول، معنى بتكرمليه ان انت بتحطي فيه معلقه سكر؟ لا مش ممكن تحطي سكر، بس انك بتحطي شويه من الزيت وبتبتدي يتبل منك خالص. بس كلمة الكرملة دي ان احنا بنحط معلقة سكر. انا بديله تتبيلة وبديله ادخله في اللون الذهبي سنة وهو في يعني دبلين ما يستويش على الاخر لانه لسه هيستوي مع لا مع ابدا الفراخ. مش بسويه ابدا مع الفراخ، انا بشيله بقى من نفس الحلة على جنب وابتدي احط الشاورما اسويها بقى في الحلة ديت. ليه مش عايزين نعمل بقى اطباق وحاجات كتير؟ الدنيا حر، الدنيا حر، عايزين نخلص. تسلم ايدك يا شيف عزه، اكلك ربنا يخليك. شكله جميل واكيد طعمه حلو. ميرسي. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا سماح، تسلم ايدك شيف عزه على الحاجات الجميله. ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا النهارده على مدار ساعه ونص كان معانا فقرات متنوعه، استنونا بكره وفريق عمل جديد من زينب تعمل بيت. النفسي هفة على أكلة معينة، حنتف وراس تقلينا وطبخ لنا، الريحة الخطيرة دي طالعة من هنا، فاحت وجرت لنرقنا كلنا. بقولك ايه، ما تهيا بنا نعزم جيراننا وصحابنا وأهلنا، شكلها